يشرفنا ويباركنا وجودنا في ضيافة نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني سيدنا الحبيب. نحب نهني نيافتكم بمناسبة 8 سنين صيام نيافتكم و 8 سنين تأسيس إبراشيد هولندا القبطية الأرثوذكسية إلى منتهى الأعوام يا سيدنا. شكرا يا مشفى، ربنا يحفظ عليك. أولا شكرا. احنا بنشكر نيافتك لتلبية الدعوة الكريمة، وبنشكر نيافتك كمان على وقت نيافتك الثمين. حابين أول حاجة سيدنا نعرف إيه هي الصعوبات اللي واجهت نيافة الأنبا أرساني العام اللي فات، وإيه هي الصعوبات اللي واجهت الكنيسة، وإيه الإجراءات اللي اتعملت في الوقت ده. الحقيقة أنا اللي بشكرك يا نجمة على اهتمامكم وعلى هذا الحديث الجميل، وأرجو أن أنا ربنا يديني نعمة أن أنا أعرف أجيب على الأسئلة المطروحة عليا. طبعا السنة اللي فاتت دي كانت سنة غريبة، لأنها كانت بتحكمنا إجراءات الاحتياطات الاحترازية اللي فرضتها الدولة على علينا كلنا، كل السكان يعني، بما فيهم الكنائس والتجمعات بتاعت الشعب وكده. وكان أصعبها إن مثلا قضينا فترة بنصلي إحنا والشمامسة بس، بعد كده سمحوا لنا ب30 فرد في القداسات والخدمات، فكانت يعني بالنسبة لنا احنا مش واخدين على كده، احنا واخدين على التجمع الكبير بتاع الشعب، وان احنا نتجمع مع بعضينا ونصلي صلاة جماعية ويبقى لينا روح واحدة. اتحرمنا منها الحقيقة الحكاية ديت، لكن حاولنا نعوض. مثلا ايه، عشان احنا هنا في امستردام عندنا اكتر من مكان بنصلي فيه، عندنا كومبليكس يعني، الكنيسة بتاعتنا فيها كذا مبنى كنسي يعني، فكنا بنعمل اكتر من قداس عشان نقدر نخدم عدد اكبر عدد ممكن من الشعب. وكتر خير الاباء الكهنه تعبوا معانا الحقيقه وبذلوا مجهود كبير جدا يشكروا عليه، ولم يتوانوا ولم يتاخروا ابدا انهم يتعبوا من اجل ان الناس تصلي وتحضر قداس وتتناول. ويا نشكر الله يعني ان الايام دي عدت او قربت تعدي، يعني ان شاء الله تعدي بالخير. ربنا يعدي على خير يا سيدنا. ان شاء الله. سيدنا في وسط الاحداث الوحشه الكتير دي، كان عندنا يوم 24 اكتوبر 2020 يوم تاريخي في الابراشيه، هو حصول نيافتك على الوسام الملكي. كنا عايزين نعرف يا سيدنا الوسام الملكي بيمثل ايه لنيافه الانبا ارساني، وكمان بيمثل ايه لابراشيه هولندا القبطيه الارثوذكسيه. الحقيقه الوسام ده يمثل تقدير للعمل اكثر منه للشخص نفسه يعني، والعمل اللي تم في الكنيسه القبطيه في هولندا تم من خلال تجمع كبير من الاباء الكهنه الموقرين اللي تعبوا سنين طويله وبذلوا مجهود في رعايه الشعب، ومن الاخوه الخدام والشمامسه، وبرضه من الاحباء الارخنة اللي تعاونوا معانا وعضدونا وايدونا وقفوا معانا. فكان هذا الوسام ليس تقدير لشخص الضعيف، ولكن هو كان تقدير للكنيسه القبطيه عموما، وازاي النهارده الكنيسه بقت على الساحه وبقت معروفه وبقت مقدره من الدوله تحترمها وتقدم لها التقدير الملكي دوت. والتعب نيافتك الكبير يا سيدنا، وخدمتك الدؤوبة من يوم ما نيافتك وصلت هولندا. كنا عايزين نعرف يا سيدنا، نيافتك شاركت للمرة الثانية في عمل الميروم في شهر مارس الماضي، وكمان اجتماع المجمع المقدس. كنا عايزين تكلمنا عن المشاركات دي يا سيدنا، وايه اهميتها، يعني اهميتها بالنسبة لنيافتك. هو الحقيقة في شهر مارس اللي فات كان في نشاط مكثف للمجمع المقدس في مصر، فابتدت من يوم 1 مارس لحد 3 مارس كانت فيها عبارة عن مجموعة من اجتماعات اللجان الفرعية للمجمع. أنا شاركت في لجنة المهجر، شؤون المهجر اللي أنا عضو فيها في المقر البابوي في القاهرة، وعقدنا الاجتماع وكان بحضور سيدنا قداسة البابا. بعد كده يوم الخميس 4 مارس كان في الاجتماع، الجلسة العامة للمجمع المقدس دي بتعقد في مقر لوجوس في دير الأنبا بشوي في المقر الباباوي هناك، وحضرناها في الدير. وبعدين في يوم السبت والحد 6 و7 مارس
اشتركت في رسامة الآباء الأسقف الجدد، وكانت في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الجديدة. كانت أول مرة لي أن أنا يعني أروح العاصمة الجديدة وأشوف الكاتدرائية الفاخرة اللي هناك وجمالها وروعتها، وإزاي الدولة ساهمت فيها بسخاء وبمحبة كبيرة. في يوم الأربع والخميس بقى 10 و11 مارس اشتركت في عمل الميرون المقدس، ده كان في دير الأنبا بشوي تاني، رجعنا تاني الدير، وكان حدث تاريخي عظيم جدا. أنا تباركت فيه أن أنا اشتركت مع سيدنا قداسة البابا ربنا يطول عمره، ومع باقي المطرنة والأسقفة في المجمع المقدس اشتركنا مع بعض يومين ورا بعض الأربع والخميس في صناعة الميرون المقدس. كان عمل جميل جدا، في مجموعة من الصلوات والقراءات الطويلة الجميلة اللي تناسب هذا السر العظيم اللي هو سر الميرون المقدس. سيدنا، حابين نعرف ايه رأي نيافتك في دور الإعلام في الكنيسة؟ شوفي هقول لك على حاجة نشوى، الإعلام بيقوم بدور كبير في توجيه الفكر والسلوك عند الأفراد والمجموعات يعني، وهو سلطة فاعلة جدا في نقل الحقائق والقيم والخبرات البناءة، وأيضا قوة كبيرة جدا في تكوين الرأي العام والموضوعي. والكنيسة بتدرك هذه الوسائل كلها. وعايز أقولك إن إحنا النهاردة عايشين في ثقافة رقمية ما نقدرش إن إحنا نتخلف عنها أو نرفضها، فهي فرض نفسها على المجتمع وعلى الكنيسة وعلى كل ما يدور في الحياة، والكنيسة عليها أنها تواجه هذا الواقع، بل أنها عليها أنها تستخدم هذه الوسائل من أجل خدمة الهدف الروحي للكنيسة، وإزاي توفق ما بين اللغة الرقمية الحديثة اللي العالم عايش بيها النهاردة والحفاظ على الهوية الكنسية والقيم الروحية، وإزاي تحافظ على الشهادة للمسيح والعمل الروحي. فالكنيسة ما تقدرش أنها تتجاهل دور الإعلام، لابد أن هي تستفاد منه، ولألا تستبعد يعني، لألا نبقى يعني متخلفين عن مواكبة الركب. هي ساعدتنا كمان كتير يا سيدنا أثناء الكورونا أعتقد يعني، جدا في ان احنا نتواصل مع الناس في خلال ما كانت الكنائس مقفولة. سيدنا، كنا عايزين نتكلم عن دور الكنيسة في الغربة لأبنائها، وهي الخدمات اللي بتقدمها الكنيسة ليهم. عايز أقول لك حاجة، إن الكنيسة ليها رسالة روحية في الدرجة الأولى، فإنها بتقدم الرعاية الروحية لأبنائها وتمكنهم من ممارسة العبادة وتعلمهم أصول الدين، لكن بسبب وجود الكنيسة القبطية النهاردة مثلا في هولندا هنا بره مصر، يعني عايشين في أرض الغربة، فبيبقى لينا دور تاني تجاه الرعاية بتوعنا بجانب الدور الأساسي، ما نقدرش برضو نغفل هذا الدور في مجال الرعاية الاجتماعية والثقافية والتعليمية، لينا دور هام جدا. مثلا في الرعاية الاجتماعية احنا بنهتم بنواحي مختلفة في الموضوع ده، بنهتم مثلا بأن احنا نساعد أبنائنا في تقديم الاستشارات الروحية القانونية أو الترجمة أو الرعاية الطبية لبعض الشخصيات اللي ما عندهمش تأمين صحي، أو زيارة المرضى والمساجين أو الناس اللي ليها ظروف صعبة. برضو بنهتم بالتعليم، التعليم المسيحي في مدارس الأحد، اجتماعات الشباب والاجتماعات المتخصصة زي اجتماعات المرأة مثلا يعني. زائد لازم نهتم أيضا بالقادمين الجدد، النيو كومرز، بناخد بالنا منهم، نعملهم كورسات نعرفهم على البلد هولندا وعلى اللغة بتاعتها وعلى يعني إزاي يقدروا يطوروا نفسهم ويعيشوا حياة جديدة مختلفة عن حياتهم في مصر. فكل ده، وبعضهم بنؤهلهم للدخول في مجال العمل، يعني بنديهم بعض الحرف أو المهن اللي يعرفوا يكسبوا بيها من خلال حياتهم بره.
شكرا سيدنا. كنا حابين نعرف، احنا عارفين كويس قوي ان نيافتك بتهتم دايما بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، ايه هي الخدمه او الخدمات اللي بتتقدم لهم هنا في الكنيسه؟ عايز اقول في الاول ان الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه ده جزء غالي علينا على قلبنا، وجزء له قيمه كبيره في حياتنا. صحيح. يعني. وقبل ما نهتم يعني من سنوات قريبه يعني ما كانش فيه اهتمام بيهم، ما كانش حد يعرف انهم موجودين. وانا بدي مثل هنا في كنيسه العذراء في امستردام، لما ابتديت اهتم بيهم فما كانش حد مصدق ان في عدد كبير منهم. قلت لهم لا، انا عندي الاحصائيات وانا هدرس الموضوع. فوجئوا ان احنا عندنا 25 ولد وبنت من الحالات الخاصه. كتير. وخدت استشاره، طبعا عدد كبير، وخدت راي احد المتخصصين، كنت عايز اعمل لهم فصل لوحديهم يذاكروا في مدارس الاحد يعني، فقال لي بلاش، الافضل توزعهم على حسب عمرهم يعني الليفتايد بتاعهم، يتوزعوا عليه. يعني مثلا لو عندنا ولد جسمه مثلا 10 سنين بس هو عقله 4 سنين، نحطه في فصل مثلا 4 سنين او 5 سنين او 6 سنين هكذا يعني. ولكن كل ولد وبنت له مدرب. يعني عايز اقول لكم لما فتحنا باب التطوع لخدمه الاولاد دولت، جالنا عدد كبير جدا من الخدام المتطوعين. بركه كبيره. يعني مثلا عندنا 25 ولد وبنت، لكن عندنا 40 خادم وخادمه. بنعمل لهم طبعا كورسات سريعه كده ندربهم ونعلمهم ونشرف عليهم. والحقيقه المسؤول عن النشاط ده شخصيه محترمه جدا، وربنا اختارها لان هي كان عندها طفل برضو من ذوي الاحتياجات الخاصه، وفي سن 12 ربنا افتكره، فكانت متاثره قوي. فقلت لها الحل انك انت تخدمي الاطفال اللي من نفس ظروف ابنك. صحيح. وفعلا دي كانت بدايه الخدمه دهيت يعني، واستفاد منها عدد كبير جدا من الاولاد والبنات. وبنشترط ان المدرب يرافق ابننا دوت او بنتنا في فصل مدارس الاحد وفي الكانتينه لحد ما يروح. جميل. ولو خرجوا رحله يخرج معاه. جميل يا سيدي. لكن انا بهدف لسه ما عملناش فكره المعسكر، عايز اعمل لهم معسكر 4 5 ايام وناخدهم ونعمل لهم أنشطة ترفيهية جميلة تعلمهم حاجات كويسة. جميل يا سيدنا، تعيش وتعمل. شكرا. 8 سنوات لإبراشية هولندا يا سيدنا أحداث كتيرة وإنجازات متعددة، من صيامة أباء كهنة جدد وبناء وشراء كنايس وكمان شراء الدير يا سيدنا. الخدمة بتتوسع يوم بعد يوم، ونشاط كبير بيكبر كل يوم في يوم. ما عايزين بقى نسأل نيافة الأنبا أرساني، إيه هي أهم الأحداث اللي لفتت نظر نيافة الأنبا أرساني في ال8 سنين دول؟ هو عشان أقول لك، هو كل سنة كانت تتميز بحدث معين يعني تميزت بيه. يعني مثلا سنة 14 أنا اترسمت سنة 13، سنة 14 كان مؤتمر الشباب الأوروبي، وحضر سيدنا قداسة البابا هذا المؤتمر، وكان من أجمل وأنجح المؤتمرات اللي اتعملت يعني، نشكر الله، كان جميل جدا. سنة 15 في مايو برضو كانت زيارة قداسة البابا الثانية، لما دشنا الكنائس برضو، ده كان عمل عظيم جدا في حياتنا يعني. سنة 16 في إبريل أسسنا الدير القبطي، برضو ده كان حدث جميل معزي في حياتنا. سنة 17 في شهر يوليا عملنا مؤتمر للأسرة المسيحية، وشرفنا فيه أبونا الموقر القمص داود لمعي، وكان من أنجح التجمعات اللي عملناها، مش للجالية القبطية بس، ده للجالية الناطقة بالعربية، جالنا ناس من مختلف الدول العربية يعني. جميل أوي يا سيدي. سنة 18 عملنا مؤتمر أساقفة وكهنة أوروبا، برضو كان من أنجح المؤتمرات وكان له صدى جميل جدا. سنة 19
عملنا اتفاقية مع الكنيسة البيزنطية، وأسسنا هيئة جديدة بترعى شؤون المساجين، ومتطوع فيها مجموعة من الآباء الكهنة من مختلف الكنائس الأرثوذكسية، وبيزوروا السجون عشان يرعوا، وفيما بعد هتبقى للمستشفيات، وبعد كده لبيوت المسنين وهكذا. سنة 2020 قبل جائحة الكورونا يعني، كان في مؤتمر مع شباب السويد وبحضور نيافة الأنبا أباكير، ومع شباب هولندا، اشتركنا المجموعتين مع بعض في مؤتمر واحد، قعدنا 3 أيام هنا في هولندا. بس بعد كده بقى جت ظروف الكورونا، صحيح. فيعني اتأثرت علينا يعني. دلوقتي سيدنا احنا مشتاقين نسمع قصة رسامة نيافتكم. ممكن تحكي لنا؟ هو يعني أنا بخدم هنا في هولندا من سنين طويلة جدا، وبعدين حصل إن لما في رسامة قداسة البابا تواضروس الثاني، كان يوم فرح ويوم جميل في حياة الكنيسة القبطية، وقداسته بعد ما تبوأ الكرسي البابوي ابتدى يعيد دراسة أوضاع الكنيسة ويشوفها ينظمها إداريا، وهو له حواس إدارية رفيعة جدا، فقرر إن هو يعيد الترتيب الإداري في الكنيسة، وابتدى بالمهجر. وفي المهجر كان حط عينيه على أوروبا في الأول، وبعدين أوروبا كنا احنا في البداية، فقرر إن هو يحول الكنيسة هنا في هولندا إلى إبرشية. وعلى هذا اترشحت أنا إن أنا أترسم أسقف في هولندا. وبعدين قداسة البابا أعلن هذا الخبر قبلها بأسبوع، وكنا مترشحين هنا في أوروبا 4 من الآباء الرهبان كنا مترشحين نترسم أسقفها، واستطلع رأي المجمع المقدس، وفعلا في يوم السبت 15 يونيو كانت عشية الرسامة، أعلن تأسيس إبرشية في هولندا ورسامة أول أسقف ليها. في عظة القداس شرح قداسة البابا إن المرشح ده إيه معلومات يعني عنه، تاريخه كان إيه وخدمته كانت إيه، وإن قداسة البابا المتنيح الأنبا شنودة هو اللي أسس الكنيسة في هولندا، وهو زارها 3 مرات قبل كده ودشن الكنيسة اللي فيها كنايس فيها يعني، وتبقى وبقت فيها عدد كبير من الآباء الكهنة، وتبقى إنها تصبح إبرشية لها رأس يديرها. ويوم الأحد تمم طقوس الرسامة ووضع يده المقدس، وخدت النفخة المقدسة من يد قداسته، وبعد كده شكل مجموعة من الآباء الأسقف جت معايا، واتجلست هنا في كاتدرائية العذراء في أمستردام. كان يوم الخميس 27 يونيو سنة 13. ممكن أسأل سؤال يا سيدنا، إيه شعور نيافتك وقتها؟ سؤال جميل. هو الحقيقة يعني أنا كنت داخل الكاتدرائية في الرسامة، فوجئت إن في عدد كبير جدا من شعبنا في هولندا موجود في القاهرة بيحضر الرسامة، عدد ضخم جدا، وكان في عدد من الشباب الجيل الثاني كان معانا. بعد كده عرفت ان كان حوالي يمكن 120 واحد نزلوا من هولندا مخصوص عشان يحضروا الرسالة، وكانوا فرحانين ومتهللين، وانا عمال ابص اتفرج عليهم، بس انا لقيت نفسي ان انا حزين جدا وزعلان. ليه؟ الحقيقة يعني أنا كنت طول عمري وأنا بخدم قبل الرسامة، كنت يعني عمال أرسم في مخي صورة جميلة إن أنا في فترة من الفترات أرجع أعيش في الدير اللي أنا جيت منه، دير البراموس العامر في وادي النطرون، ويبقى عندي قلايتي مخصوصة كده، وأبقى أعيش حياتي الرهبانية زي زمان ما رحت اترهبنت في الدير، أرجع تاني وأعيش حياة خاصة كده في قلايتي لوحدي لآخره يعني.
فطبعا جت موضوع الرسامة ده بدد هذا الحلم الجميل يعني. فلقيت نفسي يعني في نزاع ما بين الناس فرحانة وأنا نفسي أبقى فرحان معاهم عشان ما يزعلوش، وفي نفس الوقت أنا من قلبي يعني حزين، ضاع مني حلم جميل وأمنية حلوة كنت أتمناها. دي عشان بركة كبيرة لينا يا سيدنا ان تتأسس ابراشية هولندا. يا رب يخليك. سيدنا ممكن تكلمنا عن خدمات الكنيسة عندنا هنا للجاليات الأخرى؟ احنا بيشاركنا في الصلاة زي ما بتلاحظوا مجموعة كبيرة من الطوائف الأرثوذكسية التانية، مثلا من إخواتنا الأرثوذكس الشرقيين القدام اللي هو الأورينتالز اللي هم الأحباش اللي هم الأثيوبيين والإريتريين والسوريان والأرمن، ودول موجودين بكثرة معانا هنا. وبرضو بيشاركنا في المجتمع بتاعنا مجموعة من الأوروبيين، يعني بسبب الزيجات المختلطة في مجموعة كبيرة من شعبنا من الأوروبيين، من الهولنديين، من أوروبا الشرقية، من إنجلترا، من فرنسا إلى آخره يعني. عايزين يا سيدنا صورة من صور الخادم اللي يفرح قلب نيافة الأنبا أرسين. الحقيقة أنا بيعجبني في الخادم أو الخادمة أما يبقى في قلبه محبة بإخلاص للكنيسة، وده بيبان في إيه؟ بيبان في التزامه الشديد بالمواعيد، يبقى موجود في ميعاده، ولما يخدم يتفانى في خدمته ويقدم مادة تتناسب مع السن اللي هو بيخدمه، ويبقى فيه روح الطاعة والخضوع وحب التعلم، و يعني مستعد ان هو يتعاون مع زملاته، مفهوش حب الظهور والرياء لكن عنده انكار لنفسه ويحب يقدم اخواته عليه. دي صورة جميلة احبها ان انا اشوفها في كل الخدام. يا ريت يا سيدنا. امين. سلام. سيدنا هولندا بتتميز بالطبيعة الجميلة أو الطبيعة الخلابة، بس برضو الجو البارد والجو البرودة القاسية في هولندا. عايزين نعرف يا سيدنا إيه اللي بيضيفه جو هولندا على نيافة الأنبا أرسين؟ هو الحقيقة أنا بتمتع بجمال الطبيعة هنا في أوروبا، هنا الطبيعة خلابة وساحرة وجذابة، سواء كانت في الربيع والصيف والخضرة والورود والأرض الجميلة اللي بتبقى كلها مكسية بالخضرة، أو حتى كمان في الشتاء وفي الخريف وفي البرد وفي تساقط الأوراق، وليها جمال تاني يعني، ليها جمال تاني فعلا. لكن موضوع برودة الجو ده بقى له احتياطات، الواحد بيلبس تقيل وبيبقى كويس بتعدي يعني. صحيح يا سيدنا صحيح، هو بيبقى وقت صعب بس بيبقى برضه جميل. سيدنا عايزين نعرف علاقة نيافتكم ايه بالمجتمع الهولندي والسلطات الهولندية؟ الحقيقة احنا لينا علاقة طيبة جدا مع السلطات الهولندية، واصبح لينا شخصية معروفة، واحنا بنحاول نتعايش مع المجتمع ونلتزم بقيمه وتقاليده ونحترم عاداته اللي تناسبنا، وبنحتكم للقوانين لما يقتضي الأمر يعني. يعني لو ما عرفناش ناخد حقنا بتعرف ازاي تروح تحتكم للقانون عشان يساعدك ويديك حقوقك. لكن عامة احنا ككنيسة قبطية يعني أصبح لنا شخصية معروفة في المجتمع، وأصبح لنا علاقة طيبة بكل سلطات المجتمع. الحمد لله يا سيدنا. سيدنا حابة يعني مش حابة أختم مع نيافتك، بس لازم أختم مع نيافتك. الأول عايز أشكر نيافتك مرة تانية على تلبية الدعوة وعلى وقتك الثمين، وكل سنة ونيافتك طيبة سيدنا وإلى منتهى الأعوام. متشكر خالص خالص، وأنت طيبة وبخير، ودايما نلتقي في مناسبات كويسة إن شاء الله. ميرسي خالص يا نشوى. شكرا. شكرا. مشكركم.